مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفات جميلة خاصة بالمعجنات علشان حبايبنا اللي رايحين المدارس تعملوها بقى سندوتشات، تتعشوا بيها، تديها لهم في الفطار زي ما هم عاوزين. حاجات مختلفة ولكن عجاين راقية جدا. تعالوا نقول بسم الله ونبدأ في أول وصفة معانا. معانا فطاير الجيب. ايه هي فطاير الجيب دي؟ هي حاجه كده جميله هنشكلها بشكل بسيط قوي، عامله زي الجيب. هنبدا نحط لهم فيها الحشو اللي احنا عايزينه واللي متوفر عندنا في البيت. نقول بسم الله. عندي معلقتين سكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، كوبايه ونص ميه دافيه، 5 كوبايات من الدقيق، 3 معالق كبار من اللبن الباودر، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، 1/2 كوبايه زيت، بيضه، معلقة كبيرة من الخل، زيت هندهن بيه بين الطبقات. الوش ممكن تدهنه بأي حاجة انتوا حابينها، سواء مية وعسل أو مثلا بيض ولبن، أو تحطوا على الوش سمسم، تحطوا على الوش حبة البركة، أي حاجة انتوا بتحبوها من الحاجات الجميلة دي. طيب الشربات التقيل مش مع فطاير الجيب يا ولاد، مش مع فطاير الجيب يا حبايب قلبي. طيب تعالوا بقى بينا نعمل ايه. هناخد كده الاول الحاجات الجافه، هنعمل كده، ادي الدقيق، هنحط السكر والخميره والبيكنج باودر. احنا عندنا معلقه صغيره يعني 1/2 معلقه كبيره، خلاص. وهاخد طبعا ذره ملح، وعندي اللبن الباودر، وبعدين هنبدا نقلب كده بسم الله المكونات الجافة دي مع بعض. استخدموا الدقيق الفاخر أو استخدموا الدقيق اللي هو جميع الاستخدامات، مفيش أي مشكلة. خميرة زي ما اتفقنا ليها فوائد كتير. تعالوا كده، عايزة أقول لكم هي علاج جميل للناس اللي عندها أنيميا، كمان اللي عندهم نقص في الحديد، إن هي فيها نسبة حديد حلوة ومهمة جدا لتساقط الشعر. تعالوا بقى، عايزه اقول لكم كمان الخميره دي من الحاجات اللي بتقلل نسبه الكوليسترول الضار في الجسم، تهدي الاعصاب، مهمه للخمائر الناقصه في المعده، مهمه جدا، ليها فوائد كتير رائعه، وبتحمي من امراض السرطان. تعالوا بقى هاخد كده بيضه، انا عندي هنا بيضه جوه العجينه. على فكره العجينه تقدروا تحطوا لها البيضه وتقدروا تشيلوها منها، بس احنا بقى عايزين نعمل للولاد حاجه مغذيه. بسم الله. فانا هضيف بيضة كده، خلينا ده يجي هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب كده تقريبا وانا شغالة، هضيف المية شوية شوية، مية دافية. بسم الله. نص الميه تبقى فتره، نضربها بقى ضربه حلوه كده لمده 10 دقائق. لحد ما تبقى عجينه حلوه. هخفف بس هنا الميه، انا عندي هنا ميه سخنه، بخليها نص ونص تبقى فترة. هي تمام، خليني أبص كده شوف العجين مع بعض. لا بقى لها شوية لسه، في شوية لسه دقيق تحت ما تلموش، إذا محتاجة شوية سوائل. هنشوف مع بعض كده الشكل العام. بسم الله. بصوا لسه الحله بتاعته في الاستانلس فيها عجين ملزق ازاي، لحد ما تنضف لوحدها يبدا كده تلم العجينه وتبقى جميله كده. لسه محتاجه تتضرب كويس 10 دقائق. خلينا نبص لسه شوي، خليها بقى شويه على الهادي. بصوا بقى انا طبعا هشكل هنا الحشو، ينفع يبقى جبنه بيضه، يبقى جبنه بيضه بالطماطم،
شرايح طماطم، شرايح خيار وجبنه بيضة او جبنه قريش، يبقى شرايح جبنه تشيدر. نحط لانشون، احنا عملنا لانشون الفراخ واللحمه، وعايزين ننزل طريقته لحضراتكم عشان طلبتوها مننا، هنزلها في الحلقه دي، وان شاء الله هنعمل اللانشون الاقتصادي اللي من غير لا فراخ ولا لحمه لاصدقائنا اللي عندهم مشاكل مع اللحوم والدجاج. تعالوا كده، بصوا بقى، بصوا هنا بدأت العجينة ازاي، الحلة بدأت تدخل في دور انها تنضف وتبدأ تلمع تاني، بدأ شوية يقل نسبة العجين اللي كانت في الحروف. هنبدأ بقى كمان نضربها اخر، تنضف تماما. كل ده بيدي العجينة انها تتضرب كويس، كل ما بتتضرب وتتخدم تديكم نتيجة احلى. بسم الله، بصوا بقى نطفت تماما الحلة ازاي، مخرجنا هيجيبها لكم دلوقتي. البس بس الجلافز معلش عشان اقدر ايه استخدم ايدي بعد ما اشيل الجلافز بسهوله. هنشف كده. بصوا بقى العجينه لما بتتخدم بتبقى جميله ازاي ولينه. بسم الله الرحمن الرحيم. فتره الشتاء بتحب المعجنات، بتحب الأكلات اللي فيها تدي طاقة كتير، حتى الخضروات والفواكه والحاجات الحلوة بتفرق. بصوا بقى العجينة، عايزاكم بقى تشوفوا العجينة كده، بروح واجي بيها، شايفين ازاي كده. هفضل بقى بالشكل الحلو ده. أنا بقى هخمر العجينة دي بعد ما شكلها، يعني انا هشكل العجينه دي وهخمرها وهي متشكله. خليني كده اخد جزء منها، هسيب دي في جنب كده، نقطه بس زيت خفيفه عشان ما تعملش وش، ودي كمان كده. شايفين؟ هنبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد المردنة، وعايزة اخد كده بولة حلوة، اي بقى قطاعة انا عايزاها تبقى القطاعة تبقى يعني طبق مدور، فاهمين قصدي ازاي؟ كده هي العجينة لسه ما خمرتش، المفترض ان انا اسيبها تخمر ساعة، بس انا عملت العجينه وقطعتها وسبتها تخمر، هوريكم ارتفعت بقت ازاي. لازم اسيبها ترتاح على الاقل ربع ساعه لو انا عايزه اشتغلها واشكلها وبعدين اسيبها تخمر، ولو انا عايزه اديها فرصتها انها تبقى هشه اكتر، ولو ان هي تبقى هشه برضو يبقى سيبوها ساعة، غطوها وسيبوها ساعة وبعدين ابدأوا اشتغلوا فيها وشكلوها، وسيبوها ربع ساعة عقبال ما الفرن يسخن، وبعدين تدخلوها الفرن، تدهنوها وتدخلوها الفرن كده زي ما حضراتكم شايفين. سهلة تقطيعتها جدا، دايرة عادية خالص. خلاص نعمل الدايرة دي، سي عندي بولة، خليني اخد مثلا فليكن البولة الوسط دي، هعمل كده دي لو انا عايزة اعملها صغيرة كده وكده ميني، دي تنفع في الاعياد ميلاد كمان وفي المناسبات قوي، شايفين تبقى ازاي. طيب انا بقى عايزه اعمل الحلوه الكبيره، في واحده وسط عندي اعتقد دي، خليني انقل دي هنا في واحده كده عشان دي كبيره، و
تعالوا بقى ننزل مقادير كمان اللانشون الدجاج واللحم اللي احنا عملناه عشان حضراتكم تصوروها من على الشاشة. هاخد كده واحدة أكبر، لو أنا عايزة أعمل الكبيرة قد اللي أنا عملتها النهاردة أهي، شايفين؟ هاخدها كده كده، هاتلي كده، شايفين؟ ده حجم أو الحجم الكبير. تعالوا لانشون الدجاج معانا، صدور الدجاج مسلوقة معانا، نص كوب سميد وأربع بيضات وكوباية من الزيت، أربع قطع جبنة مثلثات، ده السريع، ونص كوب زيتون مخلي، بصوا، وتوم باودر وفلفل حار، كزبرة جافة، كمون، معلقة صغيرة ملح. شايفين؟ ثلاث أحجام. ده ينفع في الأعياد ميلاد جدا الميني، ده ينفع للولاد ممكن في المدرسة لأنه بينفش بيتضاعف، وده الحجم اللي أنا عاملاه وهوريكم بوصل بقى إزاي. لانشون اللحم نفس المقادير بس باختلاف، مع إن إحنا شلنا الفراخ وحطينا مكانها لحم مفروم. شايفين الأحجام أهي؟ هوري بقى حضراتكم عملنا فيه ايه بعد كده. هناخد ده على صاج، عليه ورق خبز مدهون، هحطه كده. طبعا نصيحة، لما نيجي نعمل الصاج يكون كل العجين فيه حجم واحد قد بعض عشان يستوي كله نفس التسوية، مفيش حاجة تسبق حاجة. ده هغطيه بكلانفل وهسيبه ياخد وقته فيه السوى، يا مش السوى، في التخمير الاول. هوريكم شكله، انا عامله الحجم ده خلاص، هوريكم بقى لما بتتضاعف الحجم بيبقى عامل ازاي، كانت صغيره وبقت ازاي. هنعمل بقى ايه؟ ممكن نعمل كده، بصوا بقى، هجيب كده بوله، ممكن اعمل كده في اللبن واعمل كده، او في الكريمه اهي، شايفين ازاي اهي كده. عايزه اقول لكم اللانشون ده من ليه فوائد كتير جدا، خصوصا لما يتعمل في البيت. في نسبه عاليه من البروتين طبعا بتسهل الهضم، نسبه عاليه من الحديد بيعالج فقر الدم، في فيتامين د وفي فوسفور، بيبني العضلات وبيبني العظام، بيحسن صحه الاسنان. عايزه اقول لكم الحاجات الطبيعيه دي في البيت رائعه، بيمد الجسم بالطاقة. احنا عاملين في البيت، بصوا الفراخ، فاكرين الفراخ؟ لانشون الفراخ اهو، الفراخ المسلوقة السريع اهو. تعالوا بقى، ادي الشكل اللي انا لسه عاملاه، لسه ما خمرش، هوريكم اللي خمر. بسم الله، بصوا بقى اللي خمر عشان حضراتكم تبقوا شفتوا العجين كمان اهو. الحجم ده بقى ده الحجم ده بقى ده اهو بعد التخمير، شايفين شكله؟ تعالوا بقى ندخله الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص اهو، ونقفل ونطلع الايه الشكل اللي بيطلع بيبقى كده، وبعدين هنبدا نحشي لما نطلع استراحه ونرجع بفضل الله. شايفين عامله ازاي اهي؟ هنا واهي، تعالوا نحشي دي، نحط كده لانشونتين حلوين، يا سلام كده. هناخد مع الابيض ده طماطم، شرايح طماطم يا روح قلبي، تعالي يا شيمو تعالي خدي واحده كده. وهناخد مع اللحم الخس، واتبسطوا بقى مع الولاد، بصوا بسم الله، شايفين ازاي اهي حياه قلبي. وادي اللي بالحشو، شايفين؟ هنحشي بقى الباقيين الجمال دول بنفس الطريقه. ده ممكن نشقلط ونخليه الناحيه دي اللحمه كده، والفراخ هنا، حطوا بقى بسطرمه، حطوا سجق،
تحطوا حاجات باردة براحتكم. أنا بصراحة حطوا خيار كده هنا، شوية من الخس، شايفين الجمال؟ تدوقوا اللي انتوا عايزينه يا فندم، اهو حبايبي اهو. وانا بقى هبدا احشي اللي باقيين دول، اسمحوا لي، وهنطلع لاستراحه، نرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفاتنا. خليكم معانا ما تروحوش في حته، وصفه سريعه بيحبوها الولاد، هنتحايل عليها بايه بعد الاستراحه. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. لما بيخمر حلو ما بياخدش وقت كتير. الفرن كان سخن قوي على 200 على الشبكه في النص، حطيته مش قادره اقول لكم على جمالها. سيبوها بس يعني ايه تاخد وقتها كده، وتطلع هتطلع رائعه وسخنه وهشه، وهتتبسطوا بيها والولاد هيتبسطوا بيها جدا. ومن المخبوزات المحببه، واللي عايز يحتفظ بيها في الفريزر بعد ما تهدى ويطلعها على شبكه يحتفظ بيها في الفريزر، مفيش اي مشكله خالص. تعالوا بقى نشوف الوصفه الثانيه هنعمل ايه. هنعمل بيتزا بس مش هنعمل عجينه. طب انا ينفع اعمل ده باي حاجه؟ ينفع طبعا، لو عندك عيش توست اعملي بيه بيتزا توست. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. عندي 4 توستات، عندي زيت زيتون، عندي صلصه بيتزا احنا عملناها قبل كده وهنزل لحضراتكم مقاديرها النهارده. ولو مش عندكم حطوا كاتشب، ولو مش عندكم حطوا صلصه هنخفها بشويه ميه بسيطه مع الريحان والروزماري والزعتر وفص ثوم، هترجع جديده. عندي جبنه موتزاريلا، عندي فلفل الوان وزيتون عشان احنا هنعملها كده. عايز يعملها مارجريتا يعملها بالجبن بس بالصوص، هتبقى رائعه برضو على حسب اطفالكم بيحبوا ايه. تعالوا نتكلم عن التوست. اول حاجه هشيل بقى الامامير دول كده، هاخد العيش التوست كده هحمصه سواء لوحده او بحط له معلقه الزيت اللي اتفقنا عليها. عارفين ليه انا بحمصه؟ علشان انا لو حطيت الصوص والمقادير دي على توست طري هتبقى هيتبل وهيبقى عجينه، هيبقى عجينه، فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نقرمشه. لو عندك توستر حطيه فيه وطلعيه، يعني دي برضو مرحله بتقلل من نسبه زي ما بيقولوا ايه دخول الفرن وتشغيل الفرن وكده. هعمل كده كده زيت زيتون طبعا، اللي عايز يجمل باي حاجه مفيش مشكله خالص، اهي كده خلاص خفيف قوي، امسح كده خلاص يبدا يشد جوه بس شويه. يلا بينا ندخله الفرن تحت مدهون زيت زيتون برضو، عشان تبقوا حضراتكم عارفين اللي تحت على ورق الخبز مدهون زيت زيتون اهو على الشبكه في النص، هتابع مع حضراتكم لونه. طيب هيطلع طبعا، اول ما هيطلع هيبقى واخد اللون الحلو ده. هنبدا نعمل ايه؟ كان عندي واحد كمان هنا، خليني اجيبه اهو، حط دول كده. ده عريض، خليني احط طيب دول مش مشكلة يبقوا 6 بس. مين هيتظلموا ولا ايه؟ ناخد بقى صوص البيتزا اللي احنا عاملينه وهننزل، نزلنا طريقته بصوا كده على خفيف. اللي مش عنده يحط كاتشب مفيش مشكلة خالص. شوفوا العيش لما التوست لما بينشف بيبقى متماسك ازاي، والحاجة تبقى جميلة وما يضطريهوش بسهولة. اهو كده صوص البيتزا ده بيتشال في الفريزر، اعملوه على قد الحاجة يعني عشان احنا عاملينه من طماطم طبيعية، واحنا عملناها من اولها لاخرها. اللي ما شافش الحلقة يشوفها على اليوتيوب. زيت ومية هنشيلها اهو. ناخد الاول كام واحدة جبنة كده،
قبل ما احط الخضار عشان ما يبقاش عجين، لانه لو طري قوي هيبقى عجين. تمسكوه لو بعد ما تسيبوه 5 دقايق في ال، لا ما يلحقش الحاجه المكونات تسيح قبل ما هو يتحمص. جربوها كده. بصوا بقى هنحط شويه من فلفل الالوان. حاجات خفيفة والتشيز كتير وزيتون وكل حاجات. نقول فوائد فلفل الألوان دي رائعة. عايزة أقول لكم الفلفل الألوان ده بيعالج جدا فقر الدم، الناس اللي عندها أنيميا ومن الزهايمر، وبيحمي الجنين من التشوهات، بيحافظ كمان على صحة المرأة الحامل. عايزة أقول لكم بيساعد على خسارة الوزن، إنه بيبقى عامل رائع لتحفيز الغدة الدرقية. تعالوا كده، الناس اللي عندها اضطرابات في المعدة الفلفل ده رائع بكل الأنواع بتاعته. الزيتون بقى كمان ليه مكوناته يعني أو خواصه كمان مفيدة، مش بس إنه أملاح كتير وبيضايقنا، لا. تعالوا نبص كده، بصوا بقى، عايزة أقول لكم الزيتون ده من الحاجات الرائعة اللي بيحافظ. أنا بقى عايزاه الدرجة دي، شفتوا الدرجة دي؟ هي دي. بصي شوفي يا ندى، اهي هي دي اللي انا عايزاه. خلاص طبعا لما بتغطوا الطبق بعد ما بتطلع من الفرن وتسيح وتمام ويبرد هتلاقوها طريت سنه، السنه اللي طريت دي ترجع عجينه طبيعيه رائعه عاديه جدا، هتتبسطوا بيها قوي، وسهله وبسيطه وما فيش مشاكل ولا عقد، وكيس توست يغرق الولاد في البيت تاكلوا كلكوا، وفي اللانش بوكس يتحط يبقى روعه وسهل وجميل. يعني ايه؟ والله في حاجات كتير نقدر نعملها مختلفه وتدي نفس النتائج، وبتبقى اسهل علينا على الام على المامي. يعني حبيبتي ما تأزميش نفسك، انا شيل ده مش عارفه عامله في نفسي ليه كده، لسه بقول ما تأزميش نفسك، وانا اكتر واحده بأزم نفسي في الحياه. انا ممكن اصحى من النوم فجاه اقول يا نهار ابيض البروجكت بتاع الولاد، افضل للصبح اشوف عملته ايه، جبت حاجته ناقصه ايه، ممكن مثلا صدت الصبح يحصل حاجات غريبه كده، اعصابي تعبت كلها، بقيت باخد كميه ادويه للاعصاب والحقن وفيتامين بي 12. انا وصلتني امبارح يا نوزي حبيبتي، ربنا معاكي يا ندى، انت سابقاني بخطوه. خطوه بقى الكتب الخارجيه الا واياها، ان بقى تدوروا على الكتاب الفلاني اللي فيه منه 3 نسخ، في منهم ريفيجن، نسخه لازم تجيبوها يا اما المكتبه تمضي لكم على بياض ان هي ما سلمتكوش النسخه، تفضلوا بقى حضراتكم تروحوا يمين وشمال وتنزلوا هنا وهنا. بجد الامهات دي بتتعب، الامهات المهتمه، الامهات اللي بيفرق معاها قوي الولاد، اللي هم الاولويه في حياتها وليست هي اللي بتدور على الاولويه بتاعتها. ده مهم قوي وبيتحس على فكره، بيتحس قوي حتى للولاد سبحان الله. تعالوا بقى ايه ندخل الحاجات الحلوه دي الفرن، نسيح بس الجبنه كده، مش عايزه اديها لون ولا حاجه، انا عايزاها تطلع لي سايحه وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده، الله الله. انتوا بقى فهنفترض عندكم توست بيت، التوست البيت ده او اللي بايت يعني عندكم في البيت مش حابينه كده، تحسوا كده انكم مش فريش كده، روحوا محمصينه فورا زي ما انا عملت كده، واعملوا لهم التونه، قلب التونه عليها شويه خضار خفيف، معلقه يوجورت زبادي جريج او اللي هو اليوناني، او معلقه مايونيز عليها، قلبوهم مع بعض. لو عندك شويه ذره حلوه، عندك شويه فلفل الوان، عندك اي حاجه من الحاجات اللي بيحبوها، واعصري عليها ليمون ونقطتين خل، وبعد ما تصفيها طبعا واعمليها لهم كده، حطيها لهم على التوست دي شرايح طماطم، شرايح خس اللي هم عايزينه، واديها لهم سندوتشات، حط لهم شرايح جبنه بيضة قريش عليها رشه زيت زيتون، عليها شريحه طماطم، شويه زعتر، خليهم ياكلوا حاجات خفيفه تقدري يعني نستوعبها. التوست ده ممكن نطحن منه شويه ونحمصه في الفرن ونعمل منه بقسماط يفيدنا في كفته الفراخ، كفته اللحم، انواع الناجتس اللي احنا عايزين نعملها بالفراخ،
الحاجات دي كلها هتفيدنا. حروف التوست لو شلتها حمصيها، بس تحمصيهاش جامد لان هي بتبقى اوريدي واخده تحميص اساسا في التسويه، وانت هتحمصيها تاني عشان ما تمررش وعشان ما تغمقلكيش الحاجه لو هتحمريها. هي تدخل في حاجه زي الكفته والناجتس جواها، لكن مش تتغلف بيها. نصيحه مهمه جدا. طيب تعالوا بقى نشيل الحاجات دي ونشوف البيتزا التوست. طبعا التوست ده لوحده يعني بصوا مش قادره اقول له، سيبوه بقى لما يهدى روعه. الناس بتجيب له جهاز التوستر مخصوص عشان تطلع التوست كده الصبح تاكله مع اي حاجه. قطعوا لهم الفلفل الالوان ده بالطول كده، اعملوا لهم مثلا يعني الفلفلية دي تقعد معهم كذا يوم، هناخد ربع من هنا وربع ونقطع شرايح كده ومع جزراية خيار. الولاد اللي بتاخد خضار ده حاجة جميلة على فكرة، يعني بيغذيهم جدا، مهم قوي ان هم يدخلوا بنسبة الياف وخضروات كتير تعوضهم، مش بس سويتس ومش بس معجنات واكل وعجين او عيش وجبن، يعني تبقى حاجات تانية مهمة. خصوصا ان في امهات انا عارفة انهم بيعملوا الناجتس الجاهز، خلينا نبعد عنه نعمل الحلو وان شاء الله نعمله مع حضراتكم. بصوا كده بس انا ايه اقفل السندوتشات الروعه دي. عايزه اقول لكم بصوا طريه ازاي، على الرغم والله بقالها كتير جدا واحنا بره هنا عندنا التكييف سخن جدا، يعني التكييف بتاعنا سخن جدا. بصوا الطراوه، ودي بقالها مثلا 10 ساعات محطوطه بره. خلينا نحطها هنا، فلكم ان تتخيلوا انه كمان نسبه السقعه او التكييف تنشفها، لكن هي عشان هشه وديناها وقتها في الخبز بقت كده. بصوا بقى البيتزا هو ده، يلا بينا توكلنا على الله. يلا بينا، اوه لا لا، يلا بينا بسم الله. شايفين الجمال؟ انا بقى احبهم يتبسطوا بالجبنه كده. يا سلام، ناخد بقى الطبق القمر ده. بسم الله الرحمن الرحيم، نبعد دي شويه عشان سخنه، نمسح الطبق. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين المطه يا اولاد؟ لا لا لازم تيجوا الناحيه دي. ايه يا استاذ فضل، لازم لو سمحت نشوف المط. شايفين الجمال؟ يلا بينا. دي بقى معاهم هيتبسطوا بيها قوي. شايفين ازاي؟ معلش عشان الجبنه اللي بتنزل. ايوه حلوه. مش عارفه احط لكم دي فين. بيقولوا لي في بقنا، حطي انا في بقنا. حبايبي يلا بينا نشيل ده. ادي فكره بسيطه، اتمنى يا رب تنول اعجاب الولاد وتنول اعجاب حضراتكم. هنروح نقدمها ونستعد بقى الى بريك، نعمل حاجه حلوه بقى، حاجه من الحلويات برضو بتاعه الافران او محلات الحلواني الولاد بيحبوها، ونعملها لهم برضو باي فاكهه موجوده عندنا. يعني ممكن نستغل المانجا لو هي لسه استيل موجوده بالمانجا، اللي عايز اناناس كومبوت، اللي عايز اي حاجه، عايز كريز، عايز بالكاستر. يا ترى هنعمل ايه حلو؟ تعالوا هنعمل معجنات حلوه جميله كلنا بنحبها. بعد الاستراحه مستنيه حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. عملنا البيتزا توست بطريقه سهله وبسيطه وجميله، قلنا التريكس فين عشان ما يطراش من حضراتكم ويبقى الوصفه جميله. هنعمل بقى وصفه حلو، هنعمل الدنش الحلو بطريقه سهله وبسيطه. العجينه هنعملها بطريقه سهله، اللي عايز يحط الزبده ويورقها هديله طريقه يعملها بيها ويورقها بشكل تبقى حلوه وسهله. تسلم ايديكم. لكن اللي مش عايز يحط زبده هنفترض ما تعملوهاش بزبده، اعملوها عاديه خالص. الناس اللي مش حابه تضيف زبده عشان تقيله او يستفيد بالعجينه مفيش مشكله خالص. طيب تعالوا بقى نقول
بسم الله. عندي كوبايتين ونص من الدقيق، تقريبا نص كيلو، معلقه كبيره زبده، عندي معلقه ملح او يعني نص معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره خميره فوريه، كوبايه وربع ميه تقريبا على حسب نوع الدقيق اللي حضرتك هتستخدمه، ممكن تقل عن كده او تزيد حاجه بسيطه، معلقتين كبار من اللبن البودره، ربع كوبايه من السكر. هحشي بايه؟ هحشي بالكاسترد او الكريم باتيسير. هقول تاني، عندي كوبايه زبده، كوبايه باستري او كاسترد، عندي بيضه، فانيليا، كوبايه وربع لبن، معلقتين كبار نشا، ربع كوبايه سكر، مكعب زبده. الكوبايه الزبده دي مش مع الحشو، كوبايه الزبده دي مع فرد العجينه، فخلوها مع العجينه يا اولاد ونكتبها لفرد العجينه عشان ما يفتكروهاش ضمن مقادير الكاسترد. الدهن هندهن بلبن او عسل وزبده مذابه، الثلاثه دول معلقتين لبن على معلقه عسل على معلقه زبده مذابه، وبندهنه بثلاث حاجات، اما مربى بنسيحها ونخففها وبالفرشه بنلمعه، او بالعسل، او بالشربات التقيل اللي موجود عندكم سواء بتاع الكنافه او بتاع اي حاجه انتوا بتستخدموها. هعمل على البارد الحاجات الخاصه بال دي هتبقى للفرد، فانا هخليها هنا. دي البيضه والسكر والنشا، يعني هناخد كده السكر والنشا. خليني ايه الاول اكسر البيضه دي، ده بالنسبه للكاسترد. بسم الله، البيضه دي هحط عليها شويه الفانيليا وهاخدها كده في بوله كبيره الاول، حط نقطه سكر، معلقه واحده بس من المعيار اللي احنا متفقين عليه. هقلب كده. اصل الدنش ده بقى موضوع جميل، هو من المعجنات الدنماركيه، ليه شعبيه كبيره جدا حول العالم، عايزه اقول لكم يعني. تعالوا كده نقلب الدنش مع البيضه مع الفانيليا بالراحه كده لحد ما يبقى خليط واحد. ليه قصه طريفه ولطيفه يعني، كان في عدد كتير من كبير من الخبازين عملوا اضراب انهم يعملوا الاكل عشان عايزين يتقاضوا اجر مقابل العمل، يعني مش عايزين سكن او الطعام، كانوا زمان بيعملوهم كده. ملاك المخابز ما كانش قدامهم اي طريقه غير ان هم يوظفوا عمال اجانب، فجابوا عمال اجانب من دول النمسا المشهورين، هما اللي اشتهروا بالمخبوزات الرقيقة دي ذات الطبقات. وفي يوم من الأيام اخترعوا الدنش ده واستقرت الأوضاع والحمد لله الإضراب راح لحاله. تعالوا بقى إيه نعمل كده، اللبن هنا، في عندي شوية سكر خليني أدوبهم، هرفع على النار. بسم الله كده، هسخن اللبن مع معلقتين معلقة السكر، نقطة فانيليا واحدة بس للطعم. هشيل بقى خلاص ده، أول ما اللبن ده يسخن هبدأ أنزل على البيض الأول اللي أنا ضربته مع النشا والفانيليا، هسيبه بقى يسخن كده شوية. وتعالوا نعمل العجينة مع بعض. عندي للعجينة هنحط السكر، الخميرة، وعندي لبن البودرة والملح طبعا. هنقلب الخليط ده لان انا مجهزة منه عجين على وش التخمير. هوري حضراتكم بس بيتشكل ازاي في حبة كده. هاخد كده دي مية هشوفها دي دافية ولا لا. بسم الله، وطبعا الزبده مش هننساها، بس هحط الاول مكونات الجافه ده. بسم الله، وهخف الميه بميه شويه سخنه عشان تبقى الميه دافيه. بسم الله، نشغل بقى كده نخلط المكونات.
اللبن بدأ يسخن، بصوا هنزل شوية هنا على البيضة والنشا لحد ما أعاير أو أعادل الحرارة، وبعدين هنزل الخليط ده هنا ونقلب. هقدر أحط هنا معلقة زبدة للطعم، وهاخد الزبدة كمان مع العجين هنا. خليني أحط الزبدة الأول أهي، معلقة كده كبيرة من الزبدة، ونقلبهم سوا. ودلوقتي نقلب هنا كاسترد على النار، هنزل شويه بس معلقه دقيق، انا كنت حاسه ان دي سنه محتاج سنه، معلقه او اتنين. ده دقيق متعدد الاستخدامات، تقدروا تستخدموا الدقيق الفاخر كمان. وقلب الخليط، اول ما يبدا يسخن هيبدا يتماسك كده، اللون ده اتغير عشان الفانيليا، الفانيليا سايله، لكن تقدروا تستخدموا الفانيليا الباودر عادي جدا. خليني كده ابص على العجينه، حلوه قوي. تعالوا بقى نطلع العجينه دي ونتعايش معاها هناك. خلاص دي جنبي، الزبده دي اللي هورق بيها، هنشيل ده بقى خلاص. كاسترد اهو، ده الكاسترد بعد ما بيبرد، وده فيه 2 صفار بيضه، ده انا عملته ببيضه كامله. انا بحاول دايما انوع لحضراتكم عشان اللي طلب معين يفهم ان الموضوع سهل وبسيط. تقدروا تستخدموا الجاهز عادي. انا هنا حطيت نسبه من الفانيليا كبيره، بحب عشان الزفاره، ما بحبش ابدا، لكن تقدروا تستخدموا عادي الايه. وهنا حاطه بيضه واحده، وحاطه هنا لبن خالي الدسم، هنا معموله لبن كامل الدسم، واثنين صفار بيضه. وتقدروا تدعموا بمعلقه كمان من الكاسترد لو عايزين الجاف الجاهز. هنبدا بقى ايه، نقلب كده لحد ما يتماسك معانا. خلينا نجيب العجينه وناخد العجينه الحلوه دي. سامعاكوا حبايبي كده؟ بصوا رشه، بس خليني اقلب دي عشان بتبدا تتقل. بصوا اهي، تقدروا تعملوا ده مكان الكاسترد بأي فكة كومبوت عادي، أناناس بقى، وتضربوا بدل اللبن المية بتاعته، تعملوا اللي انتوا عايزينه. شايفين؟ خلاص هبدأ بقى أحطه في بولة، لازم وأبدأ أغطي وشه عشان ما يعملش قشر. أول ما يبدأ يعمل البابلز دي خلاص هو كده تمام أهو، أهي شايفين؟ تمام. هرفعه وتعالوا بقى نشوف العجينة الحلوة بتاعتنا دي. المفترض ان انا اخليها تورق، تورق ازاي؟ ان انا افردها واديها طبقة من الزبدة لحد ما الكوباية بتاعت الزبدة دي تخلص على 3 مرات. هبصم في العجينة دي 3 مرات. يعني ايه ابصم فيها 3 مرات؟ يعني هفردها قدام حضراتكم. بسم الله، نطفي ده، ناخد كده
نمسح المردانة الأول عشان ونحط رشة دقيق حلوة كده، وهنبدأ نفرد كده بشكل كده ايه مستطيل شوية. هفرد كده وبعدين هحط شوية من الزبدة دي الطرية دي كده في العجين، وهقفل العجين عليها. شايفين ازاي؟ شايفين كده؟ اتنوها بقى تاني واروح عامله كده قبل ما ادخلها التلاجة بصباعي كده. انا بصمت اول مرة، هتطلعها زبدة في اول مرة، هاخدها بقى التلاجة احطها في كلانفل وادخلها التلاجة نص ساعة ترتاح، تطلع هفرد تاني مع حضراتكم. لازم الزبدة دي تسقع عشان تورق، وهتنيها بنفس الطريقة مرة تانية وهبصم بصباعي اتنين، وبعدين تطلع في التالتة هبصم التالتة واسيبها نص ساعة وابدأ افردها عشان تديني التوريقة. بصوا التوريقة دي بتبان من فين؟ الرقات بتبقى من هنا، بتبدأ بقى تفرد معايا رقات لحد ما نخلص كوبايه الزبده اللي مع حضراتكم. ده للي عايز يتعامل بالزبده. خلاص هنتنيها تاني بعد ما هنبصم عليها، بس انا بقى عايزه اوريكم طريقه التشكيل. عايزه اوري حضراتكم طريقه التشكيل. خلاص اوكي يا حبايب قلبي، خلاص نبدا. كل ما افرد وقتني كل ما ادي طبقات حلوه، الطبقات دي تبقى مستطيل كده هعمله بيه. يبقى احنا كده اتفقنا هنبصم عليها ثلاث مرات، لازم تدخل في كل مره الثلاجه نص ساعه ترتاح. عايزين بقى تحصلوا على يعني ال 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 الدنش زي ما احنا عاملينه، هيبقى كده. وهنبدا نحط الزبده تاني وهنتني تاني، شايفين؟ وابصم عليه تاني. بين كل مره ونص ساعه ونص ساعه هبدا ايه اريحها نص ساعه في الثلاجه واطلعها تكون جمدت. فلما الزبده دي اجي افردها تبقاش كده، تبقاش سايحه كده، تبقى ماسكه نفسها، تبقى سقعت ومسكت في الايه في العجينه فتورق معايا. خلاص انا بس هوري حضراتكم شكل التقطيع، تشكيل العجينه يعني، عشان احنا مجهزين واحده لكن متشكله، مش مجهزه عجينه. هنفرد بقى، المفروض بقى تتفرد كويس. طبعا هي كده لسه، ماشي حبيبي ده. هاجي سي عايزه اقطعها افترض مثلا ان انا اللي اقصده هوريه لحضراتكم. بس طبعا هي كده لسه ما لحقتش تعمل ولا حاجه، شايفين؟ هتبدا تورق معاكم، بس ثلاث بس بصموها ثلاث مرات، بين كل مره والتانيه نص ساعه، اتنوها فوق بعض ودخلوها تطلع مورقه وروعه. انا بس بحاول اعمل كده شكل عشان انا عايزه يعني الوقت ضيق، وعايزه اوري حضراتكم بتبقى مربعات، وبنرجع اللي احنا عملناها دي بنرجع نشكلها مره ثانيه، مفيش فيها مشكله خالص.
خلاص شايفين بتعلى ازاي من هنا؟ شايفين الرئات؟ ده اللي اقصده. ماشي؟ طيب ممكن اخد كده الحرف زي ما حضراتكم شايفين، هاخد واحدة كده من النص، وممكن تاخدوا واحدة تانية من النص. اعملوا بقى كذا هنا، خلي دي طالعة، خليني اخد دي. لا انا مش عايزه اعملها كده، استنوا استنوني استنوني، اعمل دي الورد، استنوني استنوني يا نور عين، استنوني يا روح قلبي. خلي دي، تعالوا بس هنا هبطل دي شويه. ليه بقى؟ هاخد معلقه من الكاسترد، دي طبعا لسه عايزه تخمر ولسه عايزه تورق. فين الكاسترد؟ اهو معلقه صغيره، بصوا اهو هنا. وبعدين اخد مكعب من اي حاجه انا حباها، ممكن تكون مانجو بس دي كبيره شويه، خليني اصغرها. شايفين ازاي؟ وممكن دي تتقطع أربعة عادي برضو وتتعمل كلها مقفلة على بعض، وممكن تتساب كده، ممكن تسيبوها زي ما هي كده على فكرة برضو، ده شكل يبقى مفروض كده، وممكن نقفلها كلها. شايفين؟ تتقفل كلها كأنها وردة، شفتوا دي؟ اهي. وهاخد هنا برضو في النص الكاسترد اهو، وهحط فيه المكعب الصغنن اللي انا عايزاه. شايفين ازاي هتطلع لو احنا عاملين الشكل ده؟ بص لما بترتاح وتورق دي كده سقعت وارتاحت واتقطعت ونفشت. هبدا بقى ادهنها لما تطلع بعد الخبز بالشربات التقيله اهو، بصوا الشربات بعد ما تخلص خلاص خالص الشربات اهو، ده تقله اهو، ادهن بقى واحشي كل الحاجات الحلوه اللي حضراتكم شايفينها دي وتبدا تتقدم معانا. النهارده بقى عملنا ايه؟ عملنا الدنش، قبل ما اخبزها بحط كده الكاسترد والفاكهه. ادوها الثلاث تبصيمات بتاعتها اللي اديتها قلت لحضراتكم عليها تطلع مورقه، وسيبوها بعد ما تشكلوها ترتاح، وقدموها دخلوها فرن 180 تاخد اللون والشكل الحلو، وبعدين تطلع وهي دافيه ابداوا حطوا لها الشربات، هتطلع رائعه زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي بقى شفتوا شكلها في الجاهز عامل ازاي؟ هتقدروا تسيبوها مربعه كده على فكره، ده شكل برضو، يعني ده شكل نسيبها زي ما هي وتطلع عاليه وتتحشي في النص عادي جدا. دي شكلها بعد ما بتطلع، بروح على طول دهناها او بالفرشه بالشربات التقيل، وصحه وهنا على قلب حضراتكم. حطوا بقى مانجا، حطوا كومبوت اناناس، حطوا اي حاجه، المهم انها تبقى اتورقت صح. وتقدروا تحتفظوا بالعجينه المورقه دي لاي وقت تاني في الفريزر، شايلينها يبقى على الفرد والتشكيل. اسمحوا لنا بقى دلوقتي نجهز نفسنا عشان نطلع للفقره الطبيه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.